نروح على النادي الاهلي، نروح النادي الاهلي بقى ونتكلم عن مباراه. انت كنت حتى يمكن بتتكلم في اول كلامك خالص عن ان كل مباراه للاهلي هي بطوله. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي مع ابو قير للاسمده. شايف مبدئيا المباراه دي ازاي؟ التشكيله ممكن يعتمد عليها في النهائي ان شاء الله يوم 27 ولا لا بعيدا؟ اول حاجه احنا ما بنبصش احنا بنلعب احنا بنبص على 3 بونت. ما فيش 3 بونت كاس. يعني هو ده هو ده المكسب يعني. التارجت بتاع النادي في أي حتى يعني. في مدرسه الكره تحت يعني هو انت نازل في 3 بونت صح. هتلاعب مين؟ ما مش بتاعتي. مظبوط. هو ماتش وماتش مهم وماتش بطوله يعني. انت ما هتكسب سماد ابو قير بعد كده في قبل النهائي والنهائي. بالظبط يعني. فدي بطوله برضه هتخش النادي صح. حاجه مهمه. فاكيد مستر بيتسو اكيد محضر لها كويس. اللي عجبني كمان يعني هي فرصه برضه كان ممكن يشرك بعض الناس اللي موجوده تحت او اللعيبه المميزه في لا هو مركز ان اللعيبه الاساسيه هي اللي هتخوض المباراه دي. تفتكر؟ انا بقول يعني طبعا يا كابتن مش ممكن هيبقى في 20% مريحين لكن في معظم اللعيبه هتبقى موجوده يعني استحاله هو هيغامر بالفرقه كلها. مش ممكن يكون في شويه خوف من الاصابه ان اللعيبه الدوليه مثلا راجعه من رحلات طويله مثلا ايمن اشرف كابتن حته يعني الاستشفى دي لا يعني الاستشفى خلاص لا هو يقدر يعملها لا يعني هو اكيد راجل وصل بس شويه من الاصابات يعني. وممكن تكون المباراه مش هقول مباراه سهله انا مباراه كاس لكن مباراه اجواء مناسبه انك تدفع ببعض اللعيبه الصغيرين اللعيبه مثلا ما خدتش ماتشات كتيره ممكن تبقى متواجده يعني ولا انت شايف ان هو ممكن بص ممكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اللعيبه اللي راجعه من المنتخبات على الاقل يريح كم اللي هو الرحلات الطويله قوي ممكن ده ممكن يريح لكن انا رحت بطياره خاصه ورجعت ايه التعب في كده لعبت ماتش ورجعت يعني ما انا شايف ان ما فيهاش اي تعب كده وسائل الراحه يعني وسائل الراحه مش زي يعني دلوقتي مش زي زمان انت عارف بقى الطياره بتاعت بوركينا فاسو كانت عامله ازاي طياره بوركينا فاسو الطيار هو هو بيعمل كل حاجه تقريبا يعني فعلا يعني ده حقيقه انت دلوقتي النهارده طياره خاصه النهارده بتنزل على الفندق فندق محترم ملعب كويس مكيفات في كل حته الدنيا طيب الامور سهله وبسيطه يعني فانت رايك ان هو ممكن يعتمد على التشكيله اللي هيلعب بيها في النهائي مش 100% برضه مش 100% يعني انا عارف ان هو في بعض الناس هتشارك من اللعيبه الكبيره برضه اللي موجوده مش من اللعيبه الصغيرين او الناشئين هي التوقعات هياخدوا فرصتهم ان هو يحاول يقربهم برضه للفرق